ايه الصوت يا جماعة؟ رايحين نشوف الدلافين. يوم جديد في مرسى علم، رايحين نعمل ايه النهارده؟ دولفينز، حاجه نفسي اعملها من زمان، حلم من احلام حياتي. طلعنا على المركب وهنبدا الرحله. الجو مش عادي، الجو حلو جدا والسما زرقاء. بيقول لنا ان الدلافين في كل 20 رحلة واحدة ما بتبقاش موجودة، فتخيلوا لو هي دي الرحلة اللي هي مش موجودة. شايفين المنظر؟ اووو، يا ريت ما يحصلش عشان عجل البحر عملها معانا امبارح وما طلعش. السفينة اللي طالعين عليها اسمها اوبال، واللي ظبط لنا الرحلة برضو هيلتون. بصراحة هيلتون مظبطنا اخر تظبيط، هيلتون مرسى علم. المية مفيش أي موج، تحسها أرض بتلمع. بصوا المنظر. المهم إن أنا نسيت حاجة مهمة أوي، نسيت المايوه. لقينا الدولفينز يا جماعة. واو. It's coming to jump, I think. طيب وصلنا الدولفين هاوس. ليه الدولفين هاوس اكتر مكان مناسب؟ بيقول لك عشان هو مقفول حوالين الدلافين، لان الدلافين بتنام وهي صاحيه، فمحتاجه مكان مقفول. تخيل يعني بينام ويفضل يعوم وهو صاحي عشان ياخد نفس. تاني حاجه ان الدولفينز طول الوقت معاها اطفال، فمحتاجين مكان امن. فهو الدولفين هاوس ده مقفول كده حواليه بكورلز، هم على طول بيبقوا نايمين فيها. وفي اماكن ما ينفعش المركب تخشها، المركب بتركن بره، وعشان تخش للمكان جوه لازم تركب في زودياك صغير اللي هو ده. وفي مكان للدولفينز كمان، اريا ما ينفعش تخشها خالص حتى بالزودياك الصغير ده. طالعين على الدولفين هاوس بهاي القارب. ازيك يا كابتن حبيبي عيسى؟ عامل ايه؟ تمام. جاهز يا كابتن؟ جاهز. يلا للدولفين ان شاء الله. ليتس جو. يلا بينا. انطلقنا يا جماعه. بص الشط ده، رايحين على الدولفينز دلوقتي. الزودياك هيقف ان شاء الله. انا اول واحد هنزل الميه، هتبداوا انتوا تنزلوا ورايا على طول. كل واحد هينزل من الزودياك هيبص وراه، اي قصدي بيحسوا بينا فبيجوا؟ اه طبعا. يعني الدولفين ده بيحس من على بعد كمان، عنده الاحساس عالي جدا. هو عنده الرغبه انه يقابل حد او هو يعوم مع حد، تلاقيه هو بيخرج لوحده. اوكي. لا ما عندهوش رغبه. هو ما عندهوش مزاج مش هيجي له. يجي لحد العوامه اللي هو عارف ممنوع انك انت الدخول فيها ويروح يرجع. احنا في الاريا دي شايفين البالونز ده، ما ينفعش نخش لهم، دي منطقتهم. مستنيينهم هم يطلعوا لنا بره هنا. بس هما مالهمش مزاج تقريبا. تشل بقى لحد ما لما حد يجي بقى يا جماعه، محدش يمسك الدلافين، ها؟ عشان ده بيأذيهم ولا يلمسهم. مش عايزين تيجوا؟ انتوا الخسرانين. انا حاولت بس انتوا الخسرانين. جدا انا عمت جنبها.
صحصحوا بقى معايا كده عشان النهارده مرسى علم هوليداي مع محمود، واخدنا رحله حوالين مرسى علم بيورونا كل الحاجات اللي فيها. والنهارده احنا دلوقتي في القلعان. القلعان رايحين نشوف شجره المنجروف. محمد هيشرح لنا بقى كل حاجه في الطريق. لا تاخذ شيء، لا تترك شيء، لا تقتل شيء الا الصور والذكريات والوقت. الله، دول منجروف وكل ده منجروف. بس الشجره الاساسيه اللي هي ليها الاف السنين اللي هناك دي الشجره الوحيده اللي طالعه يعني في قلب الميه نفسها. ليها فايده الاشجار دي؟ دي ريست للطيور المهاجره، بتفلتر الميه المالحه لميه حلوه لميه عذبه. بصوا الشجره بتاخد الملح وتديك مكانها ميه عذبه رهيبه. شايفين الجذور طالعه بره ازاي؟ طيب وصلنا راس حنكراب، ده بيتش هننزله دلوقتي ونعمل فيه سنوركلينج. نازلين يا جماعه في مالديفز مصر، هم الشاطئ ده بيسموه مالديفز مصر. شايفين بقى الجاكيته الجديده، اعمل قلق تحت المايه. انا سمكه هتنزل، سمكه دلوقتي نازله المايه. طب نازلين في شاطئ حمو بيكا. حنكراب. تحت تحس كده وانت ماشي في الجنب اكنك ماشي في فيلم نيمو، تشوف بقى اسماك كبيره وصغيره وتعابين. وين المكان الجاي؟ النيزك ان شاء الله، رايحين على النيزك. مكان اسمه النيزك، ده مكان من الاف السنين كده فيه شهاب جه وراح نازل عامل حفره 15 متر. بص بقى بصوا عامله ازاي، شايفين؟ هننط دلوقتي في ايه؟ استنوا بقى الباك فليب بتاع محمود. مشغل لنا اغاني يا جماعه وعامل لنا مود. ايه؟ ايوه يا حودة، عشان انت هتجيب لنا جبنه هنا تكون السعاده سيادتك، فانا لازم يعني لازم اوضح لك ان هو المكان يستاهل السعاده. يا ولد عاملها الوحش. وبكده نكون خلصنا رحلتنا في مرسى علم، اشوفكم في الفيديو الجاي.